السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف ازاي اكتب في قلب الخلية اكتر من سطر. يعني انا مثلا كتبت كذا، لما دوست انتر بلاقي نفسي نزلت للخلية اللي تحتيها وهكذا. طيب انا عايز، لا يبقى الخلية نفسها فيها اكتر من سطر، فبكل بساطة هدوس الت وانتر هيبدأ ينقلني للسطر اللي بعديه، وبرضو الت مع انتر يبدأ ينقلني للسطر اللي بعديه وهكذا. هيبقى في اكتر من سطر في قلب الخلية نفسها. طيب انا لو عملت سيلكت برضه على الجزء دوت وعايز اتنقل للحاجة اللي بعديها، ادوس تاب يبدأ ينقلني بالشكل دوت لحد ما اوصل للحاجة اللي انا عايزها.